السلام عليكم، انا الاسم ديالي عبد السلام، ساكن هنا في ولاد الطيب من 2015. يعني كانوا هاد الشوارع في 2015 واحد الحاله لا يرثى لها، الغيس كنا كخصنا غير الباط. دابا الحمد لله جا هذا الرئيس السي عبد اللطيف مرتضى، يعني جاب واحد البرامج وواحد العقليه ديال الشباب اللي جا الحمد لله وزاد بهاد البرامج، والحمد لله هما وهيئ لنا الشوارع. هانتوما كتشوفوا الشوارع كي دايرين، ونقى لنا الطرقات وغادي بهاد البرامج للقدام. ويعني الحمد لله يعني عنده واحد العقليه ديال الشباب، الله يكثر خيره وكنشكره. وهذا يعني خصني حنا نحفزوه للقدام، وكنطلب من الساكنه باش تدعموا، وكنطلب من دوك الناس اللي كيبغيو يعارضوا هذه البرامج ديالو الطيبه الحسنه، اللي باغي يزيد بالساكنه للقدام من الاحسن يبعدوا منه. خليوا هذا السيد الرئيس ديالنا السي عبد اللطيف يخدم لنا ويقوم لنا بهذه الواجبات اللي كيعطيو هذا، ويراها مسؤوليه عليه. الحمد لله يعني هانتوما كتشوفوا الشوارع كي ولاو، وراه مازال الحمد لله يزيد برامج وحده اخرى. وكنشكروه وكنشكر الاذاعه والصحافه اللي كتواكب هاد الناس، وكتخرج حتى هي وكترافقنا وكتشوف شنو كاين. معك مصطفى مستكن دولة الطيب. دابا الحمد لله الامور راه زيانت، كانت الحمد لله قضيه شويه مكرفصه، دابا الحمد لله الرئيس ديالنا الله كي قال الاخر هو اللي صراحه اللي تفكرنا، وتنشكروه السي عبد اللطيف صراحه الرئيس ديالنا هو اللي راه زي الامورات. هي ماشي تكون كرفصه بزاف، تكون الطريق مكرفصه ما فهمتي. دابا الحمد لله دابا الامور زيان، دابا وطورت حاله مزيانه دابا، دابا الحمد لله. السلام عليكم سيدي، انا سميتي عبد الله، تنسكن في ولاد الخضر. الحمد لله اللهم لك الحمد، كنا تنعانيو من هاد الاشكاليه ديال الغيس والتكرفيس في هذا سميتو والحفاري وداك الشيء، والحمد لله دابا الحمد لله تتزيد القضيه. وهذا مش تشكروا سعاده الرئيس اللي على هذا المجهود اللي تيدير حاليا، الرئيس الجديد اللي راه تيدير مجهود كبير، واخا مازال تنتمناو فيه الخير انه مازال يزيدنا شويه، يعطينا لان مازال الساكنه الطابعه فيه الخير الحمد لله بالنسبه لبزاف الحويجات. بالنسبه لهذه البليصه راه تتنقى هنا ولاد الخضر، الحمد لله راه تنقى الشوارع ديالها جامعه ولاد الطيب الحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني بالشوارع ديالها هي تيدوز لها التبليط والحمد لله اللهم لك الحمد على كل حال. لا الغبره الحمد لله وكل شيء الحمد لله، اللهم لك الحمد على الغبره وكل شيء. كانت الغيوسات كنا تنعيشوا في واحد الحاله لا يرثى لها في دولة الطيب، ولكن الحمد لله بدايه ديال هذا الرئيس الحمد لله بدايه خير، وتنشكروه بزاف وتنشكروا جميع السكان اللي تيشاركوا في هذه المجهودات ديال الحمله ديال التبليط ديال الشوارع ديال ولاد الخضر، اللي ولات واحد بحال زيزه عاليين، منطقه ولات بحال منطقه حضاريه، ما بقاتش قرويه. وهذا شرف لنا اننا نكونوا من هاد السكان ديال هاد المنطقه، من هاد المنطقه اللي بالواد الخضر. هذا شكر جزيل لكل من يعمل ومن يجد في هذا الليل بالليل وبالنهار خدامين في هذا سميتو. وتنتمناو من سعادة الرئيس يزيدنا شويه من المجهودات ديالو لهاد السكان ولاد الطيب، لان ناويين فيه الخير بزاف بزاف بزاف، ناويين فيه الخير. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.